بسم الله، هنتكلم ان شاء الله عن شويه مواضيع كده موجوده في الاطفال. هي دي نظره في الاطفال، تمام؟ هي مش موجوده في البطنه بس موجوده في الاطفال. عندنا الاكيوت برونكيولايتس والفورم بادي والاسترايدر، تمام؟ الاكيوت برونكيولايتس ده عباره عن ايه؟ برونكيولايتس من اسمها هيبقى انفلاميشن في برونكيول، انفلاميشن في برونكيول، تمام؟ من كتر الانفلاميشن والاديمه اللي بتتكون تعمل ايه؟ اوبستراكشن، تمام؟ يبقى هي اكيوت اوبستراكشن نتيجه انفلاميشن في برونكيول، تمام؟ الايتيولوجي من اهم انواع الفيروسات اللي بتحصل اللي بتسبب المرض، يعني ريسبيراتوري سينسيشال فيروس، ممكن كمان انواع ثانيه من الفيروس برا انفلونزا والادينو والمايكوبلازما، يبقى هي مينلي فايرال انفكشن. الموست كومن ريسبيراتوري سينسيشال فيروس. الباثوجنز بيحصل ايه؟ بيحصل انفلاميشن، الفيروس بيخش يعمل ايه؟ انفلاميشن في برونكاي، انفلاميشن في البرونكيول، تمام؟ يعمل انفلاميشن في برونكيول يدمر الابيثيليوم، فيعمل ايه؟ يعمل انفلاميشن واديما، انفلاماتوري سيلز بتتكون والاديما بتتعمل، تمام؟ فيعمل برونكيولر اوبستراكشن، يبدا يقفل ايه؟ برونكاي نتيجه الاديما والانفلاميشن، تمام؟ فلما يقفل البرونكيول الهواء يتحبس جوه اللنج، فيعمل ايه؟ هايبر انفليشن، تمام؟ وبرونجد اكسبيريشن، الهواء يجي يخرج اثناء الاكسبيريشن، بما ان الاكسبيريشن هي عمليه باسف، فالهواء بيتحشر فيبدا يزيق، تمام؟ ويحصل ريسبيراتوري ديستريس. درجات الريسبيراتوري ستريس كان جريد 1 تاكيبنيا وذ وركينج انزاي، جريد 2 ريتراكشن انتركوستال وسب كوستال ريتراكشن وسوبر ستينال ريتراكشن، تمام؟ وجريد 3 كان جرانتنج يبدا ينت، وجريد 4 ساينوزس، ممكن يحصل ديفكت في الجهاز اكستشينج، تمام؟ نتيجه مثلا دمرت الابر وول والسته والكابيلاري، تمام؟ يعمل ايه؟ هايبوكسيا. الانسترومنتس الايدج قبل سنتين، قبل سنتين البيك ايدج، بيك ايدج 6 مانس، يبقى ثاني كده الاكيوت برونكيولايتس بتحصل قبل سنتين، بتحصل في الميلز في الشتاء والربيع، تمام؟ عايز بس اعلق عن حته السنتين دي، ليه بيحصل قبل سنتين؟ وليه مميز قوي حته السنتين دي؟ بعد سنتين ممكن يبقى مايلد او ممكن يبقى يخش على حاجه ثانيه. طيب قبل سنتين الطفل بيتولد بيعتمد اكتر في الجهاز اكستشينج على البونكيول. الجهاز اكستشينج واحنا ادلت بنعتمد على مين؟ على الالفيولاي. 95% من الجهاز اكستشينج بيبقى مينلي بالالفيولاي، تمام؟ 5% بالبرونكيول، تمام؟ في الطفل قبل سنتين بيعتمد اكتر في الجهاز اكستشينج على البرونكيول، فلو اتضربت حصل فيه انفلاميشن الجهاز اكستشينج هيقل، فيعمل ايه؟ سيفير هايبوكسيا، فيعمل سيفير ريسبيراتوري ديستريس. اما لو جاله بعد سنتين بيكون ايه؟ بيحصل شيفتنج. بيحصل شيفتنج ازاي؟ يعني الالفيولاي بيبدا تحصل لها ماتوريشن وديفلوبمنت وتبدا تشتغل اكتر وتبدا يحصل فيها جهاز اكستشينج، فبالتدريج كده بيحصل ايه؟ زياده في الجهاز اكستشينج في الالفيولاي وبيقل شويه في البرونكيول، فبيعتمد اكتر على مين؟ على الالفيولاي. فلو حصل برونكيولايتس بعد سنتين مش هيتاثر قوي، لان الجهاز اكستشينج بيحصل اكتر في مين؟ في الالفيولاي، مش معتمدين بنسبه كبيره على البرونكيول، تمام؟ يبقى قبل سنتين البرونكيول هي واخده الابر هاند في الجهاز اكستشينج، فلو اتضربت حصل فيها انفلاميشن هيقل الجهاز اكستشينج، فيحصل فيها هايبوكسيا وسيفير ريسبيراتوري ديستريس. ماشي. السيمتوم العيان يشتكي باول حاجه بابر ريسبيرتوري تراكت، بما ان الفيروس ده يضرب النوز، يضرب النيزوفاركس، يضرب الايروي كلها، فيعمل راينيتس، يعمل فيبر، تمام؟ يحصل كمان الشيست سيمتومز اللي احنا عارفينها، الكوف والديسنيا والويز شيست، تمام؟ ممكن يحصل شيست بين، بس طبعا الطفل مش عارف يعبر عن الشيست بين. طيب سيفير اريتابيلتي وكراين، ممكن حته الاريتابيلتي دي تعبر عن البين، ان هو بيتوجع وكده، لما يجي يتنفس بيتوجع، وفي ريسبيرتوري ستريس فممكن يعيط كتير. ماشي. الساينز جنرال ساينز اوف ريسبيرتوري ستريس لسه قايلينها دلوقتي، تمام؟ جريد 1 2 3 4. طب الشيست اكزامينشن انسبكشن بالبيشن بالكشن اسكالتيشن، الانسبكشن الهواء محبوس جوه اللنج، فحصل هايبر انفليشن برولونجد اكسبيريشن، الهواء مش عارف يخرج، فيحصل البارين شيب شيست، تمام؟ البالبيشن التراكيه تبقى سنترال، تي في اف بي ال، لان الهواء كتير. البركشن بيبقى ايه؟ ريزونانت، بيرن. ليه؟ لان في هواء كتير. الاسكالتيشن الاير انتري بيقل، البريز ساوند بتقل، تمام؟ ممكن اسمع ايه؟ برولونجد اكسبيريشن ويز ويزز، تمام؟ ممكن اسمع كريبيتيشن، بس اكتر فيوز، اكتر ايه؟ ويزز، لان الهواء بيبقى خارج مزنوق، الهواء بيبقى خارج ايه؟ مزنوق، في مثلا بارشل اوبستراكشن، الهواء بيخرج ايه؟ مزنوق، بيتحشر فبيزيق. الليفر والسبرين ممكن ايه؟ احسهم نتيجه ايه؟ الشيست هايبر انفليشن بتزق الليفر والسبرين، اسمها توز ليفر او توز سبرين. الكومبليكيشن ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير، هارت فيلير، ديهايدريشن ليه؟ لان الطفل ده مش عارف ياخد نفسه، فتعبان اصلا، مش عارف ولا بياكل ولا بيشرب، قله الميه ديكريس الانتيك اوف فلويد، يحصل ديهايدريشن. السكندري بكتيريال نيومونيا، ويحصل ريكرنت. بس الفكره بقى في الريكرنت ده لو اتكررت معاه ممكن يخش بازمه، ممكن يبقى الطفل ده يكمل بعد كده في بقيه حياته ازماتك، تمام؟ وخصوصا لو جات له اكيوبرجولايتس بعد سنتين.
لدرجه ان هم ممكن يبقى ميس دايجنوزس، يعني ممكن مثلا ايه اول اتاك او ثاني اتاك من اكيوت برونكيلايتس ما يحسوش بيها لانها جايه متاخر، جايه بعد سنتين، والطفل يتشخص برونكيال ازمه. بعد كده بيكمل بقى زمان، ممكن يخف ممكن ما يخفش، تمام. حتى بيقولوا ان الثيرد اتاك من اكيوت برونكيلايتس كونسيدر تو بي برونكيال ازمه. الانفستيجيشن، اولا الاكس راي هلاقيها هايبر انفليشن واريا اوف كولابس اللي هو بيضغط على اللنج يحصل فيها كولابس، تمام. لو انا بصيت كده على هايبر انفليشن احنا خدناها بكده في البنك الازمه والسي او دي، كان الريبس بعيد عن بعضها، الوايد انتركوستال سبيسز، القلب مفعوص في النص بنسميه الريبون شيب هارت، الدافرام مفعوص لتحت بنسميه فلات او ايه فلات او لو دافرام، تمام. هلاقي ايه اسمها ايه الهايبر انفليشن، الهواء بيبقى كتير، السوائل في اللنج بيبقى كتير، تمام. والبرونكو فاسكولار ماركينج كمان لو حصل في بروزس بتبقى زايده. ماشي، بالنسبه لي السيفير كيسز ممكن الاقي ايه، ممكن الاقي اخد نيزوفرينجيال سواب وادور على الفيروس، وادور على الفيروس الاقي بقى اس ار والسي ار بي عاليه، تمام. ممكن يبقى نورمال ممكن يبقى عاليه. الديفرنشال دياجنوزز الحاجات الويز شيست احنا قلناها في البنك الازمه، الويز شيست كان في جدول كده ويز شيست. ماشي، اذر كوزز اوف ريسبيرتوري ديبريشن او ريسبيرتوري ستريس زي مين، زي نيومونيا، ريسبيرتوري ستريس زي مين، نيومونيا، تمام. التريتمنت لو مايلد اتاك ممكن اسيبه، ممكن فول اب بس ما يعجبوش يعني ري اشورنس وكده. السيفير اتاك ادخله المستشفى، ادخله اي سي يو عشان عايز اكسجين، عايز فلويد، تمام. اديله ادرينالين عشان بيقلل الاديمه ويعمل فازو كونستريكشن، وكمان هو بي ايه هو هو الفيسيولوجيكال انتاجونست بتاع مين، الهيستامين، فيقلل البرونكوسبازم. اديله برونكو دايليتور عشان اوسع له الطريق، اوسع له طريق الهواء، واديله كورتيكوستيرويد عشان نقلل الانفلاميشن، بس هي كونترافيرشال عليها كلام يعني. تريتمنت اوف كومبليكيشن لو عنده اسيلوز اديله بايكار، لو عايز اكسجين اديله ادخله على مكان فنتيليشن، تمام. لو عنده هارت فيلير اديله ديجيتاليز. الهاي ريسك انفنت اللي هم الكونجيال هارت ديزيز والاميوكومبرومايزد، او لو عنده برونكو بالمونري ديسبليزيا اديله ايه؟ اديله انتي فايرال، ابدا بقى اديله حاجات اجينست الريسبيراتوري سينسيشال فايروس زي الريبافرين. الريبافرين طيب لو انا عايز امنع الحاله من البدايه اديله اميونو جلوبولين اجينست الفيروس، اديله حاجه اسمها الباليفيزوماب. الباليفيزوماب ده مونو كلونال انتي بودي بيتارجت اجينست مين، الفيروس. في جزء من الفيروس اسمه الاف بروتين، هو بيضرب الاف بروتين بتاع الفيروس ده، تمام. البروجنوزس في اول 48 ساعه هي موست كريتيكال، هي موست كريتيكال لازم الحق العيان فيه، تمام. المورتاليتي ريت حوالي 1%، حوالي 1% نتيجه ريسبيرتوري فيلير، بيموت من ايه؟ ريسبيرتوري فيلير والهارت فيلير والسيفير ديهايدريشن، وما بيعرفش يشرب ولا ياكل. ماشي، في كلمتين كده عشان الام سي كيو بس مش اكتر. الاكيوت فرنجيتس اللي بتحصل نتيجه ايه؟ جروب ايه بيتا هيماتيك ستريبتوكوكاي، تمام. العيان بيجي بايه؟ بفيفر انوريكسي هيليك ماليز، بيجي بتنسلر انلارجمنت، بيجي بايه؟ ديسفيجيا، تمام. بيجي بالسيرفيكال لينف ادينوباثي. بعمل له ايه؟ سرود سواب، اخد عينه من المسحه، تمام. الكومبليكيشن هنلاقي في السكارل فيفر مشروح بالظبط في المشروح بالتفصيل في الانفكشن، هنقولها ان شاء الله في الانفكشن. ميزنتريك انا ممكن بيحصل ميزنتريك ادنايتس انفلاميشن، انفلاميشن في الميزنتريك لينف نود، بيحصل كمان ايه؟ بيحصل كمان ابدومينال بين. التريتمنت عليك سيمتوماتيك زي مثلا انتي بايوريتيك انرجيتيك. البنسلين، البنسلين لو عنده بنسلين عشان يسرق، تمام. لو عنده حساسيه ضد البنسلين بياخد ايه؟ بياخد اليسترومايسين. تونسيليكتومي اشيل اللوز، اشيلها امتى؟ لو فريكوانت او ريكارنت تونسيليتس، لو في كوينزي، لو في مالجنسي، لو في لو ديفتيريا كارير عشان ما يعديش غيره، لو في سليب ابنيا، لو في سليب ابنيا، لو في سليب ايه ابنيا، حاجه اسمها الادينو تنسلكتومي، جزء من عمليه كبيره اسمها اليوبيو بلاتو فارينجيو بلاستري، تمام. الاوتيتس ميديا برضه كلمتين كده مشرحه بالتفصيل في الان تي، ولكن هنا ايه قايل عنها كلمتين بس عشان ام سي جي مش اكتر. وستيكن تيوب ديسفانكشن هي بيقولوا جت قبل كده نظري في الاطفال، ماشي، رخامه يعني. وستيكن تيوب ديسفانكشن او اوبستراكشن نتيجه ايما او انفلاميشن، بكتيريال انفيشن سبيشالي مين، سبيشالي اتش انفلونزا ونيون كوكاي ومارجزيلا كاتاراليز، تمام. هنا كده بيكشر بيجي بايه؟ فاهم، بيجي فاهم عادي في اوكسي هيريك مليز. الاير درام في الاول بيبقى بلج، طبله الودن لو بصيت عليها هلاقيها بلج، او بعد كده بتتخرم، تمام. ماشي، تريتمنت عليك سيمتوماتيك انتي بايوتيك انرجيزيك، انتي بايوتيك اللي هو ايه؟ اموكسيسيلين، كلابيولينيك اسيد، فلوموكس والحاجات دي، تمام. اديله ازيسترامايسين، اديله سيترايكسون. التيوب حاجه اسمها الجروميتس تيوب، الجروميتس تيوب بتعمل درينج للبص. الساينوسايتس، الساينوسايتس دي بتبقى فايرال او بكتيريال انفكشن، لو بكتيريا ستريبت نيموني، لو فايرال ممكن فايرال انفكشن برضه، ممكن اتش انفلونزا موست كومن، مين موست كومن؟ الستريبت نيموني، تمام. في عندنا جنرال مانيفستيشن الفاهم، فيفر انوركسيا هيليك ماليز، نيزل ديسشارج، الهاليتوزس ريحه بق وحشه، بيري اوربيتال اديما، بافنس في الاي ليد، ماشي. الانفستيجيشن بعمل اكس راي، بعمل سي تي، بعمل اسبيريشن، باخد عينه من الفلويد او البص ده واحللها اشوف ايه انهي بكتيريا او انهي فيروس. التريتمنت عليك سيمتوماتيك انتي انالجيزيك انتي بايوريتيك، تمام. اديله انتي بايوتيك الاموكسيسيلين كلابيورونيك اسيد زي فلوموكس.
ماشي. الاسترايدو يعني ايه كلمه استرايدو؟ ده نظري مهم، ده نظري مهم، ده بيبقى صوت بسمعه اثناء الانسبيريشن، صوت بسمعه اثناء الانسبيريشن، بيبقى هرش، بيبقى عنيف شويه، صوت كده خشرجه كده يعني، صوت ايه يكون بشخر كده تمام. بروديوس باي بارشال اوبستراكشن، انا قافل الطريق بس بارشال، قافل الطريق بس بارشال مش قافله كومبليت تمام. غالبا ببقى قافل يا اما اللاركس يا اما التراكيه. الجريد بتاع الاسترايدر مختلف عن الجريد بتاع الريسبيراتوري سيرس عشان ما نتلخبطش فيها. الجريد بتاع الاسترايدر جريد 1 و2 و3 و4، جريد 1 بيبقى ايه استرايدر اون اكزرشن، يبدا يتحرك، يبدا ايه يحس يبدا ايه صدره ايه يحصل ايه الاسترايدر ده تمام. جريد 2 اثناء الريست، جريد 3 الانتر الاقي في انتر كوستال ريتراكشن، جريد 4 الاقي في سينوزس. يبقى جريد 1 بتحصل مع الحركه، جريد 2 دي بتحصل مع اثناء الريست، يبقى ميل اكتر جريد 2 تمام، جريد 3 انتر كوستال ريتراكشن، جريد 4 مع سينوزس بيزرق. طيب اسبابه اكيوت وكرونيك، الاكيوت انفكشوس نون انفكشوس، الانفكشوس فيرال وبكتيريال تمام. يبقى تاني كده نقسم اكيوت وكرونيك، الاكيوت انفكشوس نون انفكشوس، الانفكشوس فيرال وبكتيريال، الفيرال حاجه اسمها كروب لارينجيو تراكيو برونكايتس، والاكيوت لارينجيتس ولا سبازموديك لارينجيتس. طب البكتيريال اكيوت ايبجلوتايتس والديفتريتيك لارينجيتس. طيب النون انفكشوس يا اما فورين بودي يا اما تيتاني يا اما ايديما يا اما كومبريشن، يبقى فورين بودي تيتاني ايديما كومبريشن تمام. الفورين بودي حاجه دخلت دبوس مثلا عمله معدنيه او اي حاجه دخلت ماشي، الم اي حاجه. تيتاني تيتاني الكالسيوم بيقل، ايونايز الكالسيوم بيقل، يبدا العضلات بتقفش، من ضمن العضلات بتقفش العضلات اللاركس، ويعمل حاجه اسمها اللارنجسماس ستريدولس تمام. اللارنجسماس ايه ستريدولس. اللارنج القديمه لو انا دخلت مثلا انبوبه، مثلا انبوبه لما اجي اخرج الانبوبه دي 21 مثلا راح معور اللاركس، فعمل ايه؟ عمل ايديما تمام، او في الرجي معينه تمام، زي مثلا انرجي اجنس البنسلين الانافلاكسيس مثلا ماشي. اللارنج كومبريشن لو في مثلا بارا فرينج الابسس او ريتو فرينج الابسس يضغط على اللاركس يعمل فيه ايه كومبريشن. طب الكرونيك بريزيستنت يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد، حاجات مولود بيها، لارينجيو ماليشيا، لارينجيال ويب واسيست، تراكيو ماليشيا. لارينجيو ماليشيا وتراكيو ماليشيا ده بيبقى الغضروف، في غضاريف في اللاركس وغضاريف في التراكيه، الغضاريف دي لازم يبقى فيها كالسيوم عشان ينشف. قال لك الطفل ده مولود الكالسيوم مش موجود في الكارتليج، فالكارتليج طري سوفت. طب ادام الكارتليج سوفت وهو بيتنفس ممكن يحصل فيها كولابس، ممكن يحصل كولابس في اللاركس، كولابس في التركيه، نتيجه ليه؟ الكالسيوم الموجود اللي كان بيدعم الكارتريج ده عشان ينشفه مش موجود تمام. يبقى الكالسيوم مش موجود، فسوفت كارتريج. سوفت كارتريج يعني ايه؟ يعني اللاركس والتركيه طريه طريه، فبالتالي وهو بيتنفس يحصل ايه كولابس. لارينجال ويب يعني ايه؟ حاجه كده زي ايه، لو مثلا عندي بوكال كورد هنا في حاجه هنا قبل الطريق في النص بنسميها ايه لارينجال ويب. الاكوايرد يا اما تيومر يا اما باراليسيس يا اما ستينوزس تمام، تيومر باراليسيس ستينوزس، والستينوزس على مستوى مين؟ على مستوى اللاركس والتركيب. لما اجي ابص على الاكيوت، اجي ابص على الاكيوت، احنا قلنا الكروب، الكروب اسمه ايه؟ لارينجيو تراكيو برونكايتس، والاكيوت لارينجايتس والسبسمودك لارينجايتس. اقار من حيث السن بيجي في انهي عمر بالظبط، والكوز السبب بتاعه، والكلينيكال بيكتشر والتريتمنت. كده ده مهم، الايدج الكروب او اللارينجيو تراكيو برونكايتس من 6 مانس ل 6 يير، الاكيوت لارنجايتس من 1 ل 3 يير، والسبسموديك من 1 ل 3 يير. الكوز كلهم فايرال انفكشن، كلهم فايرال انفكشن، بس هنعلق شويه على الكروب. احنا قلنا الموست كومن مين البارا انفلونزا والريسبيراتوري سينسيشال فايروس والادينو فايروس تمام. السبسموديك هنزود فيه الالرجي والسايكوجينيك. الاكينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر هنقول المتشابهين والحاجات المختلفه. الحاجات المتشابهه كلهم بيبقى بيجي لهم ابر ريسبيراتوري انفكشن، ابر ريسبيراتوري تراكت اي انفكشن تمام ماشي. هنا الاسترايدور بيبقى انسبيراتوري واكسبيراتوري، يعني بسمعه اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى الاسترايدور بيحصل اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، هنا بيحصل في الانسبيريشن بس، هنا بيحصل في الانسبيريشن بس تمام ماشي. هنا في كف، كلهم فيهم الكف والهورسنز اوف فايس، يبقى كلهم ايه فيهم كف والهورسنز اوف فايس ماشي. هلاقي في الاسبيراتوري ستريس في اول واحده وثالث واحده، اما الاكيوت لارنجايتس ما فيهاش ريسبيراتوري ديستريس تمام كده. يبقى كلهم بيحصل فيهم ابر ريسبيراتوري انفكشن هنا سبيشالي ات نايت تمام، كلهم بيحصل فيهم فيفر ما عدا السبازموتيك. الاسترايدور كلهم بيحصل فيهم استرايدور بس في الكروب او اللارينج تراكيو برونكايتس في الانسبيراتور واكسبيراتور، اما هنا انسبيراتور بس تمام. الكوف والهورس نوسوفويس بيحصل في الاثنين، الريسبيراتوري ديستريس ما بتحصلش في الاكيوت لارنجايتس. التريتمنت عالجه ازاي؟ ادي الاكسجين، ادي له اكسجين، ادي له ادرينالين تمام، بيقلل الايديما، بيعمل فازو كونستريكشن في السيرجيكال انتاجونست اجينست الهيستامين تمام، ادي له اي في فلويد عشان لو حصل دي هيدريشن او كده،
الكورتيكوسترويد كونترافيرشن على كلام تراكيوستومي، الانبوبه اللي الانبوبه الصدريه دي تراكيوستومي، بس لازم اللي يعملها يكون اكسبرت، تمام؟ لان لو مش اكسبرت، واحد غشيم او واحد امتياز مثلا مش خبير في الحكايه دي، ممكن يعمل ايه؟ يروح عامل معور في الاير واي مثلا او معور اللاركس، يعمل لارينجال ايديما، يعمل اوبستراكشن، يعمل سافوكيشن، فيعمل ساينوزس، الاكسجين يقل للمخ، فيبدا الطفل ده يخش في منتال ريتارديشن، ويبقى منتال ريتاردد وديف وبلايند، يبقى اعمى واطرش ومتخلف. ليه؟ لان الاكسجين قل للمخ. فلازم اللي يركب البتاع دي يكون ايه؟ اللي يركب التراكيب ده يكون ايه؟ يكون اكسبرت، ماشي؟ طيب الاكيوت ابيجلوتايتس، الاكيوت ابيجلوتايتس ده عباره عن ايه؟ انفلاميشن في الابيجلوتس، انفلاميشن في الابيجلوتس نتيجه ليه؟ اتش انفلونزا تايب بي، اتش انفلونزا تايب بي، ممكن استافو سيرك بس الموست كومن ايه؟ الاتش انفلونزا تايب بي. طيب بيجي بايه؟ بيجي فاهم في بار انوكسي وهيري كوميريز، بيجي سبارتري ستريس، تمام؟ بيجي بتوكسيميا، الطفل قال لك ايه؟ الطفل بيستريح على الابرايت بوزيشن، الابرايت ايه بوزيشن؟ عشان عنده ليسفيجيا، عنده ايه ليسفيجيا؟ بيستريح على الابرايت ايه؟ بيستريح على الابرايت بوزيشن، مش عارف يبلع ريقه، تمام؟ بيحصل نيك اكستنشن. طيب ما عندوش كف، ليه بيحصل سبريشن لكف؟ قال لك presence of cough is against diagnosis of acute epiglottitis. تمام، لو انا حقنت حاجه او مثلا دخلت انبوبه او كده، ممكن الانبوبه اللي دخلها دي تعور اللاركس او تعور الابيجلوتس وتعمل فيه مور ايديما ومور انفلاميشن، فالعيان يخش فيه كومبليت اوبستراكشن، يخش في سافوكيشن ساينوزس، فالاكسجين يقل للمخ، ونفس الكلام اللي احنا قلناه هيحصل منتال ريتارديشن وبلايندنس وديفنس، تمام؟ فلازم اللي ركب الحاجات دي يكون واحد اكسبرت. لو انا مش عارف اركبها لازم اعمل ايه؟ انادي على اخصائي انف واذن او اخصائي اطفال. طيب التريتمنت ادخله اي سي يو، افويد اني بروسيدورز اللي هي الايه الانابيب والحاجات دي، مش انا راكبها، ده واحد متخصص اللي راكبها. الاكس راي لو عملتها بيلاقي حاجه اسمها الصان ساين، الابيجلوبس بتتخن قوي تبقى شبه الصباع بالشكل ده كده، شبه الصباع. لو انا بصيت كده على الاكس راي هلاقي اهو الابيجلوبس اهو شبه الصباع، برضه هنا برضه ايه شبه الصباع بالشكل ده، اكيوت ابيجلوتايتس بتبقى الصام ساين، تمام؟ بس قال لك لو انا برضو لازم يكون ميديكال اكسبرت هو اللي بيعملها. ليه؟ لانه ممكن الطفل يتفلفص مني كده ويتحرك مني برضو يحصل ايه تاني، تمام؟ ماشي، ممكن ايه ادخله على ايه؟ اديله اكسجين واديله ايه؟ فلويد. ماشي، انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك اديله ستيرد جنريشن سيبروسبورين، اديله كوتريمكسازول. البروجنوزس فيري سيريس كونديشن، ممكن الطفل يموت، هي هاي مورتاليتي، ماشي؟ قال لك في الديفلوب دي كانتري بدات تقل. ليه بدات تقل؟ لان احنا قلنا من ضمن اهم الاسباب بتعمل الاكيوت ابيجلوتايتس الاتش انفلونزا تايب بي، والدول المتقدمه اوروبا وامريكا عملوا كومبالسري فاكسين، بقى الفاكسين اجباري اجينست الاتش انفلونزا تايب بي. عندنا اوبشن، عندنا اختياري، مش كل الناس متعمله. يعني لو انا عايز مثلا التطعيم ده، انا اروح المستشفى او اروح الصيدليه اخد التطعيم ده، تمام؟ مش اجباري يعني. الفورين بودي حاجه داخله قفلت الاير واي، يا اما تكون قفلت اللاركس او تراكيه او برونكات. طيب اللاركس القفله دي ممكن تكون كومبليت او بارش، لو قفلت كومبليت تعمل سافوكيشن، لو قفلت بارش تعمل هولسنس اوف فويس وسترايدر وافونيا، مش عارف ايه صوته في بحه، تمام؟ التراكيه لو قفلت تراكيه يحصل كوف، يحصل ريسبيراتوري ديستريس، يحصل سينوس. لو قفلت برونكاي على حسب القفله، لو بارش او كومبليت، القفله بارش لو بارش يبدا يزيق صدره، يزيق ويزي. لو قفله لو كومبليت يحصل كولابس، الكولابس ده وان جود ميديا فور بكتيريا، فيحصل ابسس ونيومونيا. الدياجنوزس هسال الام الاقي ده كان بيلعب بحاجه دخلت في بقه حشرت، تمام؟ الفيزيكال اكزامينشن الاقي فورم بودي الاقي فيه ايه؟ سترايدر، الاقي فيه ويزي شيست، الاقي فيه لانج، المانيفستيشن بتاع لانج ابسس، النيومونيا، تمام؟ الفورم بودي لازم افكر في ايه؟ ريكرنت شيست انفكشن، افكر في الويزي شيست، افكر في اللانج كولابس. ماشي، انفستيجيشن ادخل بمنظار، المنظار ده في اللاركس او في التراكيه او برونكاي، هلاقي الفورم بودي قدامي. التريتمنت هشيل الفورم بودي، هشيل ايه؟ هشيل الفورم بودي وديه لانتي، وديه له انتي بايوتيك عشان تو افويد سكندري بكتيريال انفكشن.